ايه ده؟ ايه ده؟ شفت يلا عمك يلا؟ حلو قوي ده. ايه رايك في الروشنه؟ ولع الدنيا. لبس بتوع الانابيب ده ياكل منك حته. وانت اللبس يعني بتاع سلاحف النينجا ده هو اللي خلاص اخر موضه؟ ايه دي الروشنه يا عم، انما الجو الكتات دي اتلغت زمان. واحده 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 اخش في ماشي. فين عم رمضان؟ عمك رمضان راح يجيب ياكل اكل بايت في اللوكاندا وجاي. لا لا، وده تلاقيه بايت من شهر اغسطس الاكل ده. عادي بقى، هو معدته واخده على كده. تعالى تعالى الكشك نبتدي الصياعه بقى، نجيب حاجه نشربها ونقف بيها على النصر. ده كشك مهجور ولا ايه؟ يا اللي هنا ايه. مساء الخير يا حاج. مساء النور. لو سمحت ممكن تدينا بس كيسين بطاطس مقرمشه؟ بطاطس مقرمشه من دي؟ ايوه. يا ريت. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. اصل انا ما ببيعش بطاطس مقرمشه. ما بتبيعش؟ ما بيبيعش. الراجل ده اصله امين جدا، خايف علينا يعني، بتجيب مواد حافظه وبتجيب امراض وكده. طب شوف لنا حاجه ثانيه يا عم منصف. خلاص، ممكن مصاصه من دي؟ من دي؟ ايوه. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. المصاصه المصاصه ماتت حضرتك. ما بتبيعش مصاصه. ما بتبيعش برضه مصاصه؟ معلش، خايف علينا من التسوس. معلش، اختار حاجه ثانيه. طب حضرتك ادينا شوكولاته من دي. من دي؟ لا اله الا الله. فهمنا. اصل انا ما ببيعش شوكولاته برضه. ما بتبيعش برضه شوكولاته؟ حضرتك واقف تدوق. طب هات بسكوت. لا شبعت مش قادر والله. ايه ده، واحنا بنطلب عشان ناكله ولا؟ واحنا جايين نقوتك. ما انتوا عايزين ايه؟ عايزينك تبيع. ما بتبيعش ليه؟ انا بلح الكشك ده لمزاجي الشخصي، عشان اقعد اكل كل الحاجات اللي فيه دي واشوف نظرة الحرمان اللي في عينيكوا دي. ايه ده؟ انا اتحرمت من حاجات كتير قوي وانا صغير. يا عم احنا مالنا ومالك وانت صغير؟ ما كنتش هتولع. بابا ما كانش بيديني سندوتشات وانا رايح المدرسة. ماما ما كانش بتغيرني وانا بعمل بيبي. يا عم تقول عشان البيبي بعد عننا، انت تقرفنا. ريحته باينه ان ماما ما كانتش بتغيرني. لكن دلوقتي بقى عندي كشك فيه بطاطس مقرمشه وبسكوت ومصاصه وشوكولاته. شوكولاته شوكولاته. ايه ده؟ هو احنا دعكنا الكشك وده طلع؟ هو ده عفريت الكشك؟ شوكولاته واختفى. دي مصحة نفسية مش كشك. لا لا عمي، اوعى تفتكر دي الصياعة. الكشك ده جديد و انا من ساعة ما نزلت عمال اشوف حاجات غريبة.